السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجوزاء. برج الجوزاء صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها ان شاء الله باذن الله. ربنا يجعل ايامكم كلها جميله ومباركه ويجعلكم دايما من الناس المبشره بالخير. صلوا لي على الحبيب، ركزوا معايا في القراءة. خد الجزء اللي يخصك من القراءة والجزء اللي ما يخصكش ملكش دعوة بيه ان شاء الله بإذن الله. ربنا هيجعلك في كل خطوة سلامة الفترة اللي جاية. وطبعا فرحوني زي ما بفرحكم بالفيديوهات بتاعتكم يا برج الجوزاء، انزلوا فرحوني باللايك الحلو ونشوف مع بعض ايه ربط الاحداث اللي عندنا. بسم الله. اللون بتاعك بيدل ان انت واقف محلك ساكن ولسه ما اتحركتش، فياريت تخلي بالك الفتره دي من اي حاجه عندك مقصره، وهنشوف مع بعض ربط الاحداث وهنفسر الرموز. وركز معايا اهم حاجه الفتره دي. زواج هيتم على خير الفتره دي، وهيبقى في فرحه، هيبقى في وثيقه هتمضوها، هيبقى في ثقه بنفسكم الفترة دي بشكل سريع، او هيبقى في طاقة جديدة. بس في حاجة انتوا بتخايفين يعني، وانتوا بتخافوا، في حاجة بتخافوا منها قوي، ولو شفتوها بتجروا سريع. ثقة، انتوا بتثقوا جدا في اللي حواليكم، بتثقوا جدا في الناس اللي انتوا بتتعاملوا معاهم، عندكم ثقة كده رهيبة، ودي حاجة اصلا بتخليكم انتوا تزعلوا. الوضع اللي انتوا فيه ده بتعانوا في ألم من الركبة، وبتعانوا من فلوس متبخرة، فلوسكم دايما متبخرة وألم في الركبة على طول الفاضي وعلى المليان. بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان انتوا هنا حرفيا هتنقلوا الفترة دي في بيت جديد او في حاجة جديدة، وهتمسكوا ايدين ناس. الناس اللي هتمسكوا ايديهم دي هتقف معاكم في الاوقات الصعبة اللي انتوا عايزينها تكون معاكم فعلا. انتوا كمان بتظهروا القوة، يعني في كمان مبلغ من المال ضاع منكم، في امور تخص المال، او انتوا مستنيين مبلغ من المال يحلكم مشكلة، يطلعكم من حاجة، الله اعلم. كمان الفترة دي انتوا يعني في مش عايزين تتواصلوا مع حد، تليفونكم صامت دايما، صامت عندكم، مش عايزين حتى تتعاملوا مع حد. ليه داخلين في عزلة الفترة دي؟ وليه بتتجنبوا حاجات كتيرة جدا؟ يعني انتوا في امور عندكم بتتجنبوها، فده غلط. لما انتوا بتتجنبوا الاشخاص اللي حواليكم انتوا بتتعبوا. انا قلت لكم ان انتوا عندكم انفراجات، عندكم حرف الاس وحرف الميم وحرف النون والعين واللام، الحروف دي موجودة في حياتكم، ليهم دور كبير جدا في اذى ليكم. وبعدين ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية انتوا هتمروا بظروف حلوة، او هتمروا بطاقة ايجابية، والفترة دي هتهدى معاكم وهتدخلوا في مرحلة جديدة. بس بلاش ان انتوا تدخلوا نفسكم في اي وضع سلبي او في اي امور معاكسة. حاولوا ان انتوا يعني تطبطبوا على نفسكم، وحاولوا ان انتوا تحبوا نفسكم بكل الطرق. الحسد موقف مستقبلكم، الحسد مخليكم بتتألموا، مخليكم تعبانين نفسيا. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيكون في مجاو يعني طاقه جديده، او في وعد حلو ليكم، او في طاقه معينه ليكم، الله اعلم. بس انتوا فعلا في امور هتبقى فيها تغيير جذري. انتوا جواكم حب لكل الناس، وفي نفس الوقت خايفين من اللي انتوا مريتوا بيه، علشان انتوا مريتوا بصدمات زي ما قلت لكم. كمان انتوا بتزعلوا على الناس اللي حواليكم قوي، وبتتأثروا بيهم جدا، لكن محدش يعلم انتوا ايه اللي فيكم، او انتوا ايه اللي بتمروا بيه. وزي ما قلت، رغم ان هم ظلموكم واتكلموا عليكم، رغم ان ربنا هيجيب لكم حقكم، وساعتها هتقعدوا مرتاحين وتقولوا الحمد لله ان فعلا ربنا جاب لنا حقنا في وقت احنا ما توقعناش انه كل ده هيحصل. ففعلا انتوا على قد الكتمان اللي انتوا فيه، او على قد ان انتوا مش قادرين تتكلموا او تتعاملوا مع الناس دي، بس عندكم اخبار حلوة وعندكم طاقة ايجابية.
الفترة دي كمان عندكم زيارة للدكتور، البعض منكم عنده وجع في الجسم أو في أسنان عنده وجعاه، في حمور عندكم كشف للطبيب، فأنتوا هتروحوا الفترة دي. معروف عنكم القوة، معروف إن أنتوا عندكم جراءة رهيبة جدا، بس عصبيين جدا الفترة دي، من وقت للتاني على قد ما بتكونوا مبسوطين وفرحانين بكل حاجة في حياتكم، على قد ما بتلاقوا فجأة كده في حاجة اتغيرت أو في أمور عندكم معاكسة. كمان الفترة دي انتوا هنا هتحطوا النقط على الحروف في تقيد أو في علاقة، وهتاخدوا قرار يخصكم انتوا. البعض منكم اتعرض لأزمة أو تعرض لخذلان، تعرضتوا لحاجة أثرت عليكم. عندكم اسم علي واسم محمد، دول موجودين في حياتكم، في بينكم كلام أو الأشخاص دول في حياتكم الله أعلم، بس فعلا الناس دي في حياتكم انتوا. أحيانا بتحبوا تبعدوا عن كل الناس وبتحبوا تقعدوا لوحدكم، حتى لو ممكن تقعدوا لفترة طويلة بتحبوا تقعدوا لوحدكم جدا، رغم ان انتوا عندكم صفات حلوة وبتحبوا تتعاملوا مع الناس، بس بيجيلكم احساس كده ان انتوا بتحبوا تقعدوا وما بتحبوش يعني تشتكوا همكم لحد، خلاص بتحبوا ان انتوا تداروا. فلازم الفترة دي يكون في تواصل مع الناس اللي حواليكم، وبلاش تفقدوا القلق الامل مهما يكون الامل اللي عندكم، انتوا فاقدين امل كتير جدا، حيرانين تعبانين، البعض منكم جاي على نفسه من اجل الاخرين بس مش لاقي راحته، او انتوا في طاقه مأثره عليكم مخلياكم مأذيين او اذيين نفسكم انتوا. فلازم الفتره دي بقدر المستطاع تحلوا اي مشكله عندكم، علشان المشاكل اللي عندكم دي مخلياكم انتوا تعبانين، مخلياكم انتوا نفرين من ناس كتيرة جدا، والناس اللي نفرين منها دي هي فعلا بتحبكم، بس انتوا مش شايفين الحب ده ولا شايفين الاعطاء ده. ليه بقى؟ علشان خاطر انتوا دايما كل ما بتدخلوا في علاقة بتكونوا مكيدين، بتكون نفسيتكم تعبانة، بتكون ما عندكمش شعور الاطمئنان ان انتوا مطمنين في علاقة، بالعكس انتوا عندكم ذبذبة طول الوقت وعندكم تعب، والتعب ده مخلي ملامحكم دبلانة، مخلي ملامحكم حتى فيها يعني انتوا بتسألوا نفسكم اكتر من سؤال، في ايه؟ ايه اللي بيحصل معانا ده؟ كمان البعض منكم قفل صفحات كتير، يعني رغم ان انتوا قفلتوا صفحة الماضي اصلا، وعشان كده في مرحلة ايجابية وفي تواصل مع شخص على فلوس، وهيبقى في قعدة انبساط وهتمسكوا مبلغ حلو في ايدكم، بس عايزاكم تحذروا من مكيدة حد بيدبرها لكم من العيلة. انتوا كمان في فترة النقل الجديدة او في فترة تغيير السكن، يعني حاولوا كمان تبعدوا عن الضغوط، لان الضغوط من ناحية الماديات مفيش توازن او مفيش استقرار. وكمان انتوا هنا علاقة غامضة مع شخص، العلاقة دي هتروح لمرحلة تانية، حاولوا تبعدوا عن القلق زي ما قلت والتوتر والصعوبات اللي انتوا بتمروا بيها، واي مأساة عندكم في حياتكم تنهوه، ولو في نفاق مع الناس المتجوزين حاولوا بالاستقرار. كمان انتوا هنا المنفصلين في رجوع، بس الشخص هيكون غامض مازال، فانتوا مش عارفين تتعاملوا او عارفين تكسبوه، او انتم حيرانين، ممكن البعض منكم يكون في حيرة مع الشريك، حيران من امره، الشريك حيران منه، او انتوا حيرانين من الشريك ومش فاهمين وضع الشريك، مش فاهمين الامور اللي بتحصل عندكم. كمان انتوا عندكم تفكير في الاستقرار، لكن زي ما قلت عندكم وقف حال، المواضيع عندكم هتبدأ تتحسن للتغيير الاحسن مع ابتداء الفترة اللي جاية، وهيبقى كمان هيكون في انجذاب حلو، وفي رسالة جاية لكم من بعد التعب وبعد المشقة اللي انتوا عشتوها، او من بعد التعب او من بعد الامور اللي اتخذلتوا فيها اكتر من مرة. انتوا عندكم حسد شديد في اغلب الامور اللي عندكم، وعشان كده بتظهر لكم حاجات مخيفة، زي ما قلت عندكم سفر، والسفر ده انتوا مش هتكونوا مرتبين له سفر زيارة لحد او سفر لحاجة مفاجأة.
طيب مين الشخص اللي عايز يرجع ليك ويسحب الطاقة اللي جواك، او حاسس ان انت بقيت شخص كده مختلف فبدأ ان هو يسحب اي طاقة فيك؟ خدوا بالكم ان انتوا عندكم مناسبة حلوة، ويتوجب عليكم ان انتوا في خلال المناسبة دي يكون عندكم ثقة بالنفس اعلى، او يكون عندكم استقرار بالنفس اعلى، او البعض منكم هيكون عنده اكتمال لأمنية، اكتمال لحلم، او انتوا هتبدأوا تفكروا بفترة ايجابية، هتبدأوا تفكروا بافكار تانية، بحاجات تانية، الله اعلم. اي نعم انتوا الفترة دي مش مرتاحين من كتر الضغوط اللي عليكم، بس هتبدأوا ترتبوا حياتكم بالشكل الايجابي، والفتنة اللي حصلت او الشماتة اللي حصلت من انس، من حد بيتواصل كان معاكم وبينكم تواصل، انتوا هتقطعوا علاقتكم بيه فورا، وهتحاولوا تخرجوا نفسكم من الطاقة السلبية اللي مأثرة عليكم حاليا. في حد انتوا هتطلبوا منه خدمة، والحد ده هيقدمها لكم ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية، وهيقف معاكم، وهتلاقوه كده يعني بيزعل على زعلكم وبيفرح لفرحكم. بالفعل الشخص ده هيكون كويس جدا، وانتوا هتكونوا مبسوطين بعلاقته معاكم او بالامور اللي بينكم. وفي حد برضه هيبان على حقيقته، كان لابس طول الوقت قناع مش قناعه، او طول الوقت كان لابس حاجة مش بتاعته، ففعلا هتعرفوه على حقيقته وهتخرجوه برضو بره حياتكم. الفترة دي انتوا بتعيدوا يعني بتعيدوا ثقتكم بنفسكم، وبتعملوا ايه بقى؟ بتعيدوا حساباتكم، جايبين ورقة وقلم كده وعمالين تعيدوا الشخص ده عايز مننا ايه، الشخص ده هيفضل معانا لحد امتى. فعلا بدأتوا تعيدوا حساباتكم في ناس كتيرة جدا خاب املكم فيها، وما بقيتوش تثقوا في حد، وده اجمل ما فيكم. ليه؟ علشان كل الامور بتاعتكم بدأت تتجدد، يعني في طاقات بدأت تتجدد، أمور بدأ يكون فيها استقرار، صلح بدأ يحصل عندكم، أمور بدأتوا تاخدوا فيها حقكم، جزء من ظلمكم. انتوا الفترة دي بتحاولوا تتعاملوا بهدوء وروقان، بتبدأوا تسيطروا على بعض المشاكل اللي في حياتكم اللي انتوا مريتوا بيها من وقت للتاني. بعض الأمور عندكم انتوا اتظلمتوا فيها مع بعض الأشخاص، ورغم الظلم اللي وقع عليكم، رغم ان انتوا بدأتوا تتعاملوا برضو بتاني بحرص بس أكتر. مين كان عنده سحر تفريق، او كان عنده مشاكل بينه وبين التفريق؟ اموركم ما كانتش مترتبة، بس من فترة للتانية بدأت تتحسن. كمان انتوا هنا عايزين تبعدوا، او عايزين تبعدوا عن حد حصل منه موقف او ردة فعل بطريقة معاكسة، وما توقعتوش بالموضوع ده. كمان في اوراق انتم مقلقين منها، هيكون فيها تيسير الفترة دي، وهيبقى في حاسة قوية جدا، بس عضلات جسمكم او في وجع في الرجلين والظهر، في العضلات في الجسم عندكم وجعاكم بشكل سريع او بشكل مستمر. كمان بتفكروا في خصوصياتكم اكتر، او في ذكرى معينة انتوا بتفكروا فيها، في حاجات انتوا بتفكروا فيها الفترة دي. وكمان بتشتغلوا على نفسكم عشان تخرجوا من التفكير الزايد. شايفين ان انتوا انجرحتوا من علاقة أذتكم، والعلاقة دي يعني ربنا هيعوضكم خير طبعا قريب جدا، وهتبدأ تستقروا على جميع النواحي، بس في يعني حاجات انتوا فعلا بتتجنبوها، الحاجات دي انتوا اكتشفتوها وقررتوا ان انتوا تمشوا، او قررتوا ان انتوا تبعدوا. طول الوقت او طول ما انتوا عايشين انتوا عمالين تكتشفوا، لا اما هتكتشفوا نفاق، هتكتشفوا سلم، هتكتشفوا كل واحد على حقيقته، كل واحد عايز منكم ايه. كمان البعض منكم ما بقاش يفكر زي الاول. يعني ايه؟ يعني ما بقيتوش تدوا ناس اهتمام زي الاول، ما بقيتوش تثقوا في حد زي الاول. في بشرة بخصوص واحدة ست، او بخصوص ست عندكم في حياتكم، هيبقى في كلام، وهيبقى في مواضيع، وهيبقى في خطوات هتاخدوها جديدة، بس بلاش تتسرعوا وتحكموا على حد غير لما توقع قدامكم وتكتشفوه فعلا على حقيقته، عشان انتوا ما شاء الله عليكم في ثقتكم في الناس اللي حواليكم بتكون اكبر غلط انتوا بتعملوه. ليه الوجع اللي في القلب مازال مستمر عندكم؟ مازال بتفكروا، ومازال عندكم طاقة مأثرة عليكم. انتوا بتعاني من شخص ظلمكم، وكان سبب رئيسي في تدمير حياتكم وتدمير في اللي انتوا فيه، بس عندكم خاتم خطوبة او محبس خطوبة او زي حاجة تخص الخاتم، هتبقى انتوا الفترة اللي جاية فيها طاقة ايجابية،
في كمان شخص غريب منكم، غريب عنكم، الشخص ده ليه مركز وليه سلطة، هتتعاملوا معاه الفترة اللي جاية، وهيبقى في تعامل كده مع بعض، وهتحاولوا من بعد التعامل مع الشخص ده تلاقوا نفسكم. اي نعم انتوا فارقتوا ناس غالية عليكم او ناس عزيزة على قلبكم، بس حاسين ان الفراق اللي حصل ده كان فعلا فترة مناسبة، وفي مناسبة حلوة بخصوص لقاء عاطفي على الباب عندكم، واللقاء ده هيكون انبساط من الست الطويلة التخينة القصيرة اللي قاعدة لكم ومرصودة لكم في كل حاجة، عينها دايما عليكم ودايما بالها مشغول بيكم طول الوقت، يعني طول الوقت كده بتفكر فيكم، طول الوقت بالها مشغول بيكم جدا. كمان الفترة دي لو عندكم حد بيتكلم عليكم او حد بيطعن فيكم، انتوا ما بتدوش تدوا اهتمام زي الاول، بدأتوا تخرجوا من حالة الملل وحالة الاكتئاب والضيق والخنقة والألم اللي على الفاضي وعلى المليان، عمال يظهر في حياتكم او بيظهر في جسمكم، وحاولوا تهدوا اعصابكم الفترة دي وتستحلوا بالصبر وبالهدوء. ليه؟ علشان عندكم ثقة حلوة او تغيرات جذرية او طريق هيتفتح قدامكم بإذن الله الفترة دي، اكتر من وضع هيتفتح، اكتر من طريق هتحسوا ان فيه طاقة معينة او تجديد معين، او امور هتتجاوزوها، امور هتتخلوا تبعدوا عنها، امور عندكم انتوا هتستجدوا فيها، وهيبقى عندكم حاجة حلوة ان شاء الله بإذن الله الفترة دي هتطلعوا منها. وزي ما قلت حالة الملل والطاقة السلبية في اقرب وقت هتطلعوا منها بشكل سريع، علشان في مشكلة هتتحل عندكم، من ورا المشكلة اللي هتتحل دي انتوا هتبدأوا ثقتكم بنفسكم تزيد، وهتبدأوا تحسنوا الدخل بتاعكم، تحسنوا الوضع بتاعكم، تبدأوا تشتهوا لحاجات جديدة، ممكن يكون عندكم سفر خارج المكان اللي انتوا فيه، انتوا في حلم عمال يتردد معاكم، الحلم اللي عمال يتردد معاكم ده لحد الآن بيتردد، وانتوا مش عارفين توصلوا له ولا عارفين حتى تفسروه لحد الآن، واكتر من حد قال لكم ما تحكوش لحد ده الحلم ده، علشان الحلم لما بترددوه كتير بيتحقق، وانتوا خايفين من الحلم ده. وكمان انتوا الفترة دي فترة حكم عندكم في محكمة، او فترة حكم عندكم في حاجة، في حد هياخد فيها قرار، او في حد هيحكم حكم، والحكم ده هيكون في عدالة ليكم انتم، وهتعيدوا انبساطكم بنفسكم، وهتحسوا قد ايه ربنا كريم عليكم، ربنا بيبشركم من حيث لا تحتسب. فلازم اعصابكم تكون هادية، لازم يكون عندكم تصحيح لاخطاء عندكم، مهما كانت صعوبة الاخطاء دي لازم تصححوها، لازم تتعاملوا بحكمة اكتر مع الاشياء او مع الاشخاص المنافقة اللي في حياتكم، ولازم يكون عندكم خطوة ايجابية او خطوة جدية، خطوة مستقلة. عندكم ست وبنتها، الست وبنتها دي حقودين غيرانين منكم، ودايما حاطين عليكم، ودايما انتوا بتتعاملوا معاهم وانتوا مش عارفين في ايه، او الست دي دخلت بيتكم، الست دي اكلت معاكم عيش وملح، كان في بينكم في يوم من الايام تعامل، كان في بينكم ما بين الايام كلام، وفعلا عرفت تخونكم وتظلمكم، او عرفت ان هي تستغل كل حاجة في حياتكم. فدايما اقول حصنوا نفسكم من اي خذلان او من اي طاقة فيها سلبيات، علشان الامور اللي انتوا بتمروا بيها حاليا دي امور صعبة ومحتاجة الهدوء ومحتاجة الاستقرار. انتوا اعلنتوا حربكم، اعلنتوا مشايانكم، اعلنتوا ان انتوا عايزين تمشوا من الموضوع ده، تبعدوا عن الناس دي، تعملوا حاجات جديدة بخصوص الناس دي، في حاجات كتيرة جدا انتوا بتفكروا فيها حرفيا، والحاجات اللي انتوا بتفكروا فيها حرفيا كلها صح، فلازم تمشوا على الطريق الصح وعلى طريق الخطوات الإيجابية، وأي طاقة سلبية مؤثرة عليكم أو أي ضغوط نفسية تعباكم في أي مشكلة أو في أي حاجة أذياكم، لازم ان انتوا تحطوا رجلكم على الأرض الصلبة. ليه على الأرض الصلبة؟ علشان خاطر المجوزات اللي عندكم تنحل. طيب هقول لك وبشرك ان انت حرفيا عندك وصول لهدف. بص بقى الفترة دي انتوا بتتعاملوا بوضوح جدا، ودايما مميزين في الصراحة، يعني بتتعاملوا بصراحة وبتتعاملوا بطيبتكم، بس عندكم موضوع لحد الآن شاغل بالكم مش لاقيين له حل. في انتوا كمان في مرحلة بتتخطوا مرحلة جديدة، او بتتخطوا مرحلة في مرحلة تانية خالص، عندك جوه القلب او انتي عندك جوه القلب
وجع واللي على قلبك على لسانك، وده بيوقعك في غلط نفسه. هقولك على حاجة، انت عندكم حد بيحبكم والحد ده بيحاول يراضيكم بقدر المستطاع، بس انتوا مش شايفينه ولا مدينه اهتمام. البعض منكم عنده مكالمة جاية له في الطريق، المكالمة دي هتكون بشرى حلوة وهتكون خير. انتوا كمان خدتوا خطوة حاسين ان انتوا اتسرعتوا فيها، بس الخطوة دي صح جدا وكان لازم تاخدوها في الوقت اللي انتوا فيه حاليا. عندكم فرج لصالحكم، انتوا ماسكين طرف الخيط بين ايديكم، اوعوا تضيعوه ولا تخلوه يبعد عنكم. ليه؟ علشان الفترة اللي جاية هي فترة اثبات وجودكم في اكتر من حاجة. كمان انتوا هنا بتحاولوا ان انتوا تبعدوا عن اي مشاكل سلبية او عن اي ضغوط نفسية. عندكم اختبار من عند ربنا وده بيكون طاقة في حد ذاتها ايجابية. كمان انتوا في نجاح، والنجاح ده من بعد وقف الحال اللي حصل لكم في حياتكم المدة اللي انتوا فيها حاليا. حياتكم هتتغير للافضل، ومن بعد وقف في الحال اللي انتوا فيه والروتين والتعقيد اللي انتوا مريتوا بيه على جميع الاسرة. كمان انتوا هنا في خبر حلو، الخبر ده هيبرد النار اللي جوه قلبكم ويبقى هيبقى نور جديد لحياتكم. انتوا عندكم شمعة هتنور الطريق اللي انتوا فيه. البعض منكم مقيد في علاقة ومش مرتاح ودايما زعلان وحاسس ان هو عايز يطلع من العلاقة دي، بس مش عارف يبدأ ازاي او يتخطى المشاكل دي ازاي. وعشان كده انتوا الفترة دي هيكون عندكم مفاجأة حلوة، بس حاولوا تهدوا اللعب شوية وحاولوا ان انتوا تشوفوا ايه الحاجات اللي تستقروا بيها وينفع تعملوها. انتوا طول عمركم عايشين بتدوا، طول عمركم ما عمركم ما يعني جيتوا على حد، عمركم ما رجعتوا حد وما اديتوهوش اللي هو محتاجه، وده خلاكم انتوا حاليا بتحسوا بالذنب. كمان استحملتوا حاجات محدش يستحملها، طول عمركم بتستحملوا، ولا عمركم اشتكيتوا ولا عمركم قلتوا صبرنا خلص. عندكم كده طاقة لا مبالاة، بس في نفس الوقت في خوف وفي تردد مسيطر على بعض الحالات بتاعتكم. لازم تغيروا الوضع اللي انتوا فيه، ولازم يكون عندكم انتصارات قريبة الفترة دي. حاولوا تحلوا المشكلة اللي عمالة تسحب من الطاقة بتاعتكم، حلوها علشان ما تستخدش طاقتكم كلها وترجعوا تزعلوا. كمان في فتح كلام او في فتح مواضيع بخصوص العلاقة العاطفية مع حد، انتوا هتتكلموا او حد هيتكلم، المهم ان انتوا هيكون في اشارة حلوة، والاشارة دي هتديكم راحة بال واستقرار، وهتجعل لكم باذن الله فرحة جميلة جدا طال انتظارها، او فرحة انتوا بقالكم مدة مستنيينها. عندكم حد باعكم، حد ما توقعتوش منه يكون في يوم من الايام ده ردة فعله او ردة فعله عليكم، فعلا باعكم بشكل انتوا اصلا مش متخيلين هو عمل كده ليه. في حياتكم أفعى بتجري وراكم وبتتبدل الأضواء، يعني بتعمل زي ما انتوا بتعملوا. خدوا بالكم منها وخدوا حذركم منها. انتوا طول الوقت عندكم طاقة حلوة، بس عندكم علاقة مسمومة. العلاقة المسمومة دي أخدت الصبر بتاعكم وأخدت الوضع اللي انتوا فيه. ما تفكروش بقلبكم، وحاولوا ان انتوا تستحلوا الصبر المرة كمان. وخدوا بالكم من حد بيستغلكم او من شخص بيغفلكم في اكتر من حاجة. انتوا مقيدين في اكتر من علاقة، مش لازم علاقة ارتباط، ممكن تكون علاقة اخوية، علاقة صداقة، علاقة حد انتوا مقيدين بيها وبتسحب من الطاقة بتاعتكم. ظهركم منحنى من الوجع ومن الالم، فحاولوا ان انتوا الفترة اللي جاية دي تكتموا شوية على خصوصياتكم وما تظهروش اي حاجة حلوة في حياتكم، ودايما حصنوا نفسكم. كمان انتوا هنا في دعاء، الدعاء ده هيبقى حلو جدا ليكم، هيسر لكم الامر بتاعكم. بقى مين الشخص اللي بيحاول يتفق على اذاكم ودايما بيدخلكم في علاقة سلبية مؤثرة على نفسيتكم؟ في خبرين هيجولكم ورا بعض، الخبرين دول في منهم انتصار وفي منهم نجاح، او واخدان حق من حد ظلمك قدام عينيكم ومعرفتوش تاخدوا حقكم. جبر خاطر من عند ربنا بإذن الله الفترة اللي جاية، وهتكونوا مبسوطين جدا ان ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب مع البشر السارة او مع الطاقات الإيجابية اللي انتوا فعلا تستحقوها. انتوا الفترة دي في فترة دعم. كمان بتحاولوا تفكروا في قراراتكم اللي انتوا خدتوها، عندكم تحكيم في علاقة او بخصوص شغل، وهتستفادوا بالحظوظ المالية اللي هتبدأ عندكم، وهيكون عندكم عمل جديد للأفضل، وإن شاء الله بإذن الله كمان هتنهوا الخلاف اللي بينكم وما بين الشريك الفترة دي، علشان في خلاف قوي أو في خلاف شديد. البعض منكم هنا عنده اسمة، هتبقى اسمة عدالة
ان شاء الله باذن الله. وفي سفر هيتم على خير مع شخصين هتسافروا، هيتم السفر على خير او هيتم الموضوع اللي في بالكم فيه على خير، بس انتم مدين الموضوع ده اكبر من حجمه، او قلقانين جدا بخصوص ان الموضوع ده ما يتمش، قلقانين جدا بخصوص الكلام، الله اعلم. طيب انتوا هنا مش عارفين اذا كنت انتوا عندكم مشكله او اذا كنتوا انتوا في حيره او في ضيق، الله اعلم، بس انتوا في حاجه مش فاهمينها وعايزين تحطوا لها النقط ومش عارفين تبداوا لها منين، وعشان كده الحيره والتوتر اللي ملازمكم ده على الفاضي وعلى المليان في ابسط يعني في امور كتيره جدا. وبرضو انتم امنين بالله جدا وماشيين بما يرضي الله، فالمشكله اللي عندكم دي كلها كام ايام محدوده وهتتحل، فعشان المشكله دي تتحل لازم تاخدوا القرار اللي عندكم. كمان انتوا هنا في حزن، والحزن ده مأثر حتى عليكم انتوا وعلى اللي في حياتكم، ربنا هيخففه منكم، بس حاولوا ان انتوا تبعدوا العصبيه والتوتر الفتره دي وتحلوا. لو في خلاف بينكم وبين حد، في حاجه بينكم وبين حد لازم تحلوها، لان انتوا بيحسدوكم على كل حاجه، على شغلكم وعلى منصبكم. خدوا بالكم من الزعل اللي بينكم وبين الشريك الفتره دي، الشريك بيحبكم جدا لازم، بس انتوا بتتعاملوا معاه وانتوا مش فاهمين في ايه. عندكم طريق طويل هتمشوا فيه، والطريق ده هيكون فيه خير ليكم او هيبقى فيه فتره للتغيرات الحلوه. انتوا شايلين هم شخص تعبان خايفين جدا عليه او زعلانين على زعله او تعبانين على تعبه، الله اعلم، بس حرفيا انتوا شايلين هم حد زعلان عندكم او هم حد كبير شايلينه على كتفكم، مستحملين فوق كتفكم، الله اعلم، بس في حاجة فعلا انتم مستحملينها اول الفترة دي. في امور عندكم ماشية ببطء، في امور مش ماشية زي ما انتم راسمين لها او زي ما انتم عايزين، ماشية معاكم بالعكس. المسؤولية اللي عندكم مخلياكم يعني في متراكمين كده على بعض، مخلياكم عندكم حاجة بتتحاول تتجاذب في الامور اللي انتم فيها، او في مخاوفات عندكم عندكم في حياتكم بتبقى فيها مشاكل، الله اعلم، او في تقييم لبعض الامور، في اكتر من حاجة اسفاكم، في اكتر من حاجة مخلياكم انتوا ذات نفسكم بتفكروا بكذا طريقة او بكذا شكل، بس حرفيا انتوا قلقانين، واصبح القلق ده واخد جزء كبير جدا من حياتكم، وده غلط. بلاش تدوا الألم وتدوا الطاقة السلبية تأثير كبير جدا في حياتكم، حاولوا ان انتوا بقدر المستطاع تستحلوا بالصبر وتبعدوا عن اي ضغوط انتوا بتمروا بيها، لان الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها دي مؤثرة عليكم ومؤثرة على الفكر بتاعكم، وفي نفس الوقت انتوا مستنيين اي حاجة تفرحكم ومش لاقيين، مش لاقيين ليه؟ علشان انتوا طال الانتظار عندكم وطول الوقت بتحلموا بحاجات مش موجودة. الفترة اللي جاية دي خلي بالك ان انت ممكن تحصد حاجات كتيرة جدا عاطلة بقالها مدة في حياتك، بقالها مدة لسه ما اشتغلتش عليها، فالفترة اللي جاية بإذن الله هتلاقي اكتر من خطوة، هتلاقي اكتر من طريقة، هتلاقي اكتر من موضوع بيتفتح، هيبقى في امور عندك هتستجد ان شاء الله. هتلاقي كمان الموضوع اللي انت حاليا تعبان فيه قريب جدا هتلاقي النصرة، وهتلاقي ان انت رفعت علامة النص فيه. اتمنى لك كل ما هو جميل من اجل عيونك، اتمنى لك الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل، ان شاء الله باذن الله ربنا هيجعل لك الفترة اللي جاية مباركة. تحياتي ليك، وما تنساش تدعم الفيديو بتاعك باللايك وبالتعليق.